إذا للحديث عن الوعود الحكومية بإعادة إعمار الموصل في ظل استمرار معاناة أهاليها، تنضم إلينا عبر الهاتف من بغداد الكاتبة والباحثة العراقية ثائرة أكرم العقيدي. أستاذة ثائرة، مرحبا بكم. يعني كما تعرفين، معاناة مستمرة لسكان الموصل، وذلك بسبب انهيار الخدمات والبنى التحتية في المنطقة رغم مرور نحو 6 سنوات على استعادتها من تنظيم داعش. ولكن السؤال المطروح، أين الوعود السياسية التي ترتفع وتيرتها قبيل كل انتخابات؟ نعم، أهلا وسهلا، حياكم الله. حياك الله. طبعا تذكرت، صار 6 سنوات على تحرير الموصل. نعم. وهزيمة تنظيم داعش. نعم. لكن الموصل ما تزال المدينة الوحيدة في العراق تعاني من بطء عمليات إعادة الإعمار. المدينة قصدي الوحيدة شنو؟ قصدي اللي تعرضت لحملة داعش. السوداني خلال الشهر الأول من تسلمه منصبه أصدر العديد من القرارات، لكن سرعان ما تراجع عنها. أبرزها تعرف إلغاء التكاليف والمناصب العليا اللي من قبل سلفه مصطفى الكاظمي. نعم. وطبق بعض القرارات على شخصيات أخرى، ألغى تكليفة أخرى لم يلغي. طبعا هناك بعض من القوى السياسية المشاركة بالعملية السياسية والغير مشاركة جادة جدا بقضية متابعة تنفيذ الوعود من قبل رئيس الوزراء حمد الشياع. هذه الوعود هي التي دفعت القوى السياسية منح السوداني ثقة في مجلس النواب. وأي خلاف يتحقق بتلك الوعود ربما يدفع تلك القوى اتخاذ مواقف سياسية، طبعا هي لمصلحتها، طبعا لا ليس لمصلحة أي يعني مصلحة أي محافظة أو بالنسبة للشعب العراقي. طبعا أيضا تقدر تقارير مجلس النواب الحالي حجم الدمار اللي طال البنى التحتية في محافظة نينوى بنحو 90% من حيث لا تزال معاناة هناك مئات من المعامل والمصانع والمنشآت مدمرة. نعم. ويبدو أنها خارج خطط الإعمار. هذه طبعا هذه المعامل والمصانع خارج خطط الإعمار. معظم مناطق المدينة ما تزال محطمة، ما تزال بحاجة لترميم وإعادة بناء، وذلك ناجم عن سوء إدارة السلطة الحكومية. طبعا إعادة الإعمار كان لازم، هو حاليا على نحو ترقيعي دعا يرقعون يعني. في هذه النقطة أستاذة ثائرة، على ذكر خطط الإعمار، أين تذهب أموال إعادة الإعمار التي تخصص في الموازنة، وأيضا الأموال التي تضخ من الدول الداعمة والمنظمات الدولية؟ أين تلك الأموال؟ نعم، طبعا الكل يعلم جميع الدول اللي تتعرض للحروب والكوارث تسخر طاقاتها وإمكانياتها في المناطق المنكوبة. نعم. من أجل إعادة الحياة الطبيعية إلا باستثناء دولتنا اللي باتت لا تصغي أصلا إلى مواطنيها ولا تهتم بهم، خاصة للذين يعيشون في المخيمات أو خارج البلاد. غياب سياسات المحاسبة وعدم الإشراف يجعل مستحيل معرفة أين ذهب أغلبية هذه الأموال لإعادة الإعمار. طبعا إحنا نعرف كلفة إعادة إعمار مدينة نينوى بحسب مصادر رسمية 100 مليار دولار، وهو رقم يفوق قدرة الدولة العراقية التي ينخر الفساد مؤسساتها. طبعا أيضا بلغ حجم التعهدات المالية التي أعلنتها الدول والمنظمات الدولية والإقليمية المشاركة في مؤتمر الكويت لإعادة إعمار العراق. لا. نحو 30 مليون دولار، وهو مبلغ لم يتجاوز نصف حاجة يعني المحافظة التي قدرها المسؤولين الحكوميين ب100 مليار. نعم. لإعادة الإعمار. نعم. وتكون هناك منظمات غير حكومية تقديم 330 مليون دولار على شكل مساعدات العراق، وأعلن عنها البنك الإسلامي للتنمية. لكن نحن نسمع لكن لا نرى أي تطور، لا نرى أي مشروع يعني كامل. صحيح هناك بناء لكن بطيء جدا، وأيضا مثل ما ذكر الأخوة يعني الشارع مني يأتي المقاول لأجل إعمارها ولأجل مد المجاري أو تبريطه يقفون عنه يعوفون ويروحون. نعم. أستاذة ثائرة، لو فتحنا نافذة عودة المهجرين إلى مدينة الموصل، يعني النازحون أو المهجرون يؤكدون استحالة عودتهم وذلك بسبب سيطرة الميليشيات على مناطقهم،
إذا كانت الحكومة لم تؤمن المرافق الأساسية، مع ذلك هناك رغبة حقيقية من قبل الأهالي في العودة إلى مناطقهم، لماذا لم تؤمن الحكومة عودتهم وتمنع الميليشيات من التعرض لهم؟ ما السبب في ذلك؟ نعم، طبعا نحن نعرف هناك مصادر في مجلس محافظة نينوى. نعم. من الحكومة المحلية، يعني أكو أكثر من مصدر دائما يتكلم وسائل عن وجود أكثر من جهة حاكمة في الموصل، أبرزها الميليشيات والجيش وأضعافها الشرطة والقضاء والمجلس المحلي. الموصل اليوم تحتوي على أكثر من نحو 50 فصيل مسلح، كلها تزعم أنها حررت الناس وحمتهم وخلصتهم من داعش وحمت أعراضهم. يعني كل فصيل وكل لواء يقول أنا من حرر داعش. هذه الميليشيات متورطة بجرائم ابتزاز وسرقة، وطبعا تسلط على الناس. يعني هذه الميليشيات، يعني عندك الميليشيات المسيحية تتسلط على المسيحيين وليس حتى على المسلمين فقط، والميليشيات القبلية السنية تتسلط على أبناء مناطقها. هناك حالة أو صورة مشوشة للجيش العراقي الذي بات يتخذ يعني موقف لا نعلم من وراءه، الذين لا ينفع يعني حيال هاي التجاوزات من تلك الميليشيات. طبعا اعتبار تورط ضباط للجيش العراقي بهذه الأعمال، يعني بابتزاز وهذه الأمور في الموصل، عامل أيضا رئيسي لاستمرار الوضع المزري في المدينة. إضافة طبعا عندما يقتل مواطن نقول هم لا غيرهم السفلة الدواعش، والآن لا نرى من يقتل من ومن يعتقل من ومن يبتز من، والناس في حيرة باتت تخاف حتى من ظلها. إذا نستغرب من موجة نزوح جديدة من الموصل، يعني هناك كثير من النازحين ما زالوا جدا مترددين في العودة إلى ديارهم في كردستان. أستاذة ثائرة، على ضوء ما تفضلت به، لكن السوداني تحدث خلال زيارته إلى محافظة نينوى، تحدث عن رضا المواطنين لتمييز الأداء الحكومي الخدمي. هل لمستم رضا حقيقيا لدى المواطن من تقديم الخدمات لهم؟ نعم، طبعا الإعلام أحيانا يكون مغيب لهكذا أمور. يعني أنت لما كشخص كابن مدينة وتروح بنفسك وتشوف الوضع المدري، المدينة ما زالت غايبة عنها الخدمات، هناك الكثير من المشاريع معطلة والبنى التحتية، طبعا أبرزها جسور المدينة ومطار الموصل. مطار الموصل من أهمية، يعني هاي نحن صارنا 6 سنوات مطار الموصل ثاني محافظة بعد بغداد، يعني تعتبر بسكانها، يعني المفروض المطار أول مشاريعها اللي قيد الانتهاء. أيضا المستشفيات بلا إعمار، وكذلك حتى مدارس، يعني المدارس أيضا ما زالت نفسها، هي المدارس حتى اللي ضررت أثناء الحرب على داعش ما زالت يعني أكثريتها غير مرممة. وأيضا عدم دفع التعويضات للمتضررين. الحرب ضد داعش مستمرة، لكن الأهم اليوم هو تقديم الخدمات. يجب تعبئة شاملة للجهود والإمكانيات لإنجاح هذه الحملة. يعني السوداني كغيره من المسؤولين السابقين هو وليد الإطار الذي يتزعمه المالكي الذي حكم بيد من نار وحديد لمدة دورتين متتاليتين، مارس أشد أنواع الجرم بحق أبناء هذا الوطن. الأحزاب والكيانات السياسية والشخصيات العاملة في السلك السياسي لا تمتلك أي مناهج حقيقية لخدمة المواطن العراقي، على الرغم من امتلاكها الموارد المائية الضخمة. من يعني أنت تعرف النفط وغيره. فنحن ما زلنا نفتقر إلى الخدمات في محافظة الموصل. طيب، إذن زيارة السوداني تندرج تحت أي بند أستاذة ثائرة؟ نعم، نلاحظ أغلب الوزراء السابقين في الحكومة العراقية يأتي لزيارة الموصل ويقوم بوضع حجر أساس لفلان مشروع، وبعدها يعني يسلط عليه الضوء إعلاميا، وبعدها يذهب ولا يعود هذا المسؤول إلى أن تنتهي مدة محكوميته. الشعب اليوم لا يريد أن يبقى عند نظرية وضع حجر الأساس، وإنما فتح مشاريع حقيقية، مشاريع خدمية منتجة تخدم المواطن العراقي. اليوم الموصل أبناها بحاجة إلى من يديرون أعمارها
وليس الفصائل المسلحة. يعني طول نحن نتذكر طول 3 سنوات الأولى عقب التحرير استولت واستحوذت الفصائل والميليشيات على أموال الموصل من خلال الجباية من القطاع الخاص وحتى الحكومي، ومن خلال الهيمنة على بيع استكراب مخلفات الحرب وتجارة العقارات. ديوان المحافظة واقع تحت ضغط سنترة تلك الفصائل، وهناك عقود ومشاريع أحيلت لشركات سيئة السمعة بسبب تلك المكاتب الاقتصادية التي أصبحت مقرات لتوزيع المشاريع والمقاولات وتقطيع الأراضي وبيعها خلافا للقانون. بغداد الكاتبة والباحثة العراقية ثائر أكرم العقيدي، شكرا جزيلا لكم.